نتوما المنايدر اللي كنصبها لي هذا واحد المحابق صراحه خرجت باش نخدم ولا ما بغاش يتخلص درسو على ود الناموس وداكشي وها نتوما المهم مديوش على هذيك الزوينه هذه الفوطه دوشت ونشرت تما باش تنشف وصافي ها هو المحابق يبان لكم مزيان حتى هو ولا بعدا داير لي واحد الخديمه كنوض تنسقي حاضيه واخا مع العلم ما عمرني درت شي حاجه شوفوا المسانده الرسمي ديالي فهاد الصيف هادي صافي هنايا القرعه ديالي ديال الماء ديما تنحط شي حاجه ديال الماكله وصافي ودابا غندوزو للفطور تيشري هادو بعدا ما يخليكش تنسي في الصباح كلشي مي البالي مي ها الفطور ديالي المتواضع كويس ديالي تاي هكا مسحر جابو لي سي محمد مزيان المهم هاد الفرماجي الصراحه ماشي دائما كنفطر به ماشي دائما باش نكونوا واقعيين انا عارف شو علاش دابا كنديرو باش ندوز به الزيت افطر سي محمد قبل مني وانا قلت له خلي ليا الزيت اللي باقي المهم هذا هو فطوري والاخوات انا عارفه واحد القضيه كيقول لك انا مهم جاتني من جنتي والناس اللي ما كياكلش البابا و تيفطر داكشي شرجم رميه فيها كيجيو الطويرات تياكلو الا ما حتاكش رميه هكا في الزنقه اجر ليك انا لقيتها اصلا ما كناكلو شوفوا ها نتوما رئيسي ما كنكملوش هي زويته باقا وهذا هو فطوري على ود الدواء صافي نتمنى يا ربي تكونوا كلشي على خير وبخير وتكونوا صحة جيدة تكوني عاقل على هاد الودي الصراحة شو مازال ما جبتش الحوايج ديال الصيف وهذا سخون كلشي رجع من الطيب حيت الدراهمين عقلتو صافي هو اللي دار دابا عرفتو يا خوتي واحد الموت واحد الحرارة ما نعاودش ليكم المهم غادي نخليكم غادي تشوفوا انا من قبل ما ملي كنفيق اول حاجة كندير هي كنطلق سورة البقرة ثاني حاجه كندير كنغسل وجهي وداكشي وكنصلي هادو هما اول حوايج صافي ومن بعد غادي تشوفوا شنو غادي نوريكم غادي تشوفوا يا اختي زوينه اللي عندي اليوم غادي نصور معكم الصراحه الصباح وان لكن تقطع الضو وكلشي شوفوا راه دايره الرالونج دايره فيه الفرفاره غادي عاد نشارك معكم داكشي وغادي تشوفوا الروينه شوفوا الروينه الروينه ديالي وخليكم معايا خوت على الروينه ما نعاودش لكم كان مقطع الضو كان مقطوع الضوء والماء عاشو شنو نقول لكم لا حول ولا قوه الا بالله نصمم اليوم بمعنى الكلمه صافي قلت كنت غندير معاكم في الصباح ولكن ما قدرتش يعني كنت غادي ندير روتين صباحي ما قدرتش وراه كما صورت لكم الفيديو انا كنت غنحط لكم كيف ما غادي تشوفوا ولكن عاشو شي حاجه اللي الموت 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 هاتوني صراحه شحال هادي ما لبستو ولكن كنت لقيت طبعات صافي صفر تهوية غادي نحيد عليهم أول حاجة هما الحوايج نحيدهم عليا كنطويب شوفوا هذه الطبعة كتخليهم ليا الكروسة اللي كانت عندي فيها واحد البرودوي ولا كيخرج من الكروسة معرفتش علاش ولا كيخلي ليا الطبات كلهم في الحوايج واخا كنصب ما كيبقى تيبقى هكا ما تيحيدش معرفتش علاش صافي هنايا هادو تبقاو ليا حتي اصلا دابا التيشورت عرفتو شنو نحطها حدا راسي نحط اكثر هاد الحوايج حدا راسي عرفتو مع الصهد رغم الصعاب ورغم هذا والله ما كنبغيش ندوز النهار كله انا جالسة في بلاصتي حتى نبغي ندير بزاف الحوايج نبغي نخدم وهذا عرفتو صوتي مغن ضربني البرد مع هاد الكلفة
الفرن ضرب الموبل نسيت ما بغيت كلشي اختي نقيش لي نقص الطرافيات وما يختي دابا غنحط لكم غنحط لكم الفيديو باش اي وحده كتبغي الحنه ولا كتبغي تنقوش ولا الاخوات اللي في الغربه كيبقاوش نقاشات وداكشي اش واحد الفيديو بسيط انا اكبر مكلخه على وجه الارض في زعما في النقش وداكشي ما كنت كنقول مع مارين ندير شي زواقه ولا هذا ولكن عرفتو ملي درت هذا النقش عرفتو فرحت ونزيدكم عرفتو الميمل وهذوك الحشرات شي حاجه اللي بزاف فهما غادي دابا غادي نقش حتى رجلي عرفتو انا كنقش في رجلي ما دايره هكا وكنقش فيها مسكينه هي كتقفقف معايا هادو السطايلات ديالي باش كندير المسائل ديالي الخاصه وصافي السطايله هادي خلاص هادي الكبيره يا اختي هادي هي الكبيره فاش كنغسل وجهي وداكشي راهو باين شفت صورت معاكم المقراز اللي كتسولوني فيه ملي مشيت للسبيطار بزاف د الحيانات كيقولوا لي سعيده منين شريتي هاد انا هي كنت واحد النهار كنت عندي طبيب مشيت نشوف تخريب قلت ماما عندي طبيب لا كنت في كازا يا يعني في سونتر نور في سكورة ماشي في كازا ماشي مول في سكورة ودزت لديك مول لومبيلونس قال لك صافي هذا الرجوع وتقهر مع غادي من الصباح هذاك عارف 600 كيلومتر ما بينه وبين كازا وصافي مشينا وقفنا في خريبكا وقفنا في خريبكا وانا نشوف هذا شفتو عرفتو انا دايزه غير في لومبيلونس ونشوفو انا نقول باش نشوف سي محمد قلت له اعقل على هذيك البلاصه ملي نكون راجعين خذ ليا من تما ديك المقراج وخديته من هنايا كيديرو بزاف زعما راه عند الناس بزاف غير حنايا ما كيدخلش والله كيكون في بزاف البلايص صافي انا دابا غادي نحاول انني نحول داك الشيء ديك الروينه نحيدها وهانتوما هانتوما بنات تحبوا راسكم هانتوما لي تسقراو شويه اختي انا راه عندي لاط خاصة عندي سكر اختي دايره فيها المسائل ديالي دايره فيها مخلطه فيها دواء وكلشي المهم عادي جاي دايره فيها ستيلوات وهذا وشي حاجه زعما اللي رقيقه دايره فيها وصافي غادي تشوفوا تما شوفوا دايره باندوش وداكشي باش كلشي يبقى قريب ليا المهم انا غنسالي المهم هانتوما عرفتوا اصلا هاد الفيشه هادي راه تجيب الصهد كتجيب الغمه خرقاقين اختي لي زور ما بقاوش عندي انا دبرت على واحد قديم تنشوف كيفاش غندير ما بقاوش عندي باش نديرهم هانتوما الماطله راه باقي دي باناج بها صافي غادي نحيد الماطله باش غادي هكا نخمل كلشي بالماء وكلشي خصني ندوز واحد الشطه هنايا واخا كاين هانتوما ولكن كنلقى بحال هاد التخا هذا بحالها كنحاوليه ولكن البنات راه الميمل شوفوا راه الميمل بزاف 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 في قسمه وجاب لي الاعصاب غادي تقولوا لي الماكله ما كنديرش الماكله هنايا غادي تقولوا لي يعني عندنا في الدار كامله عندنا انا غادي ندير معاكم دابا غادي ناخذ هاد السطيله ندير فيها الماء ندير فيها الماء شويه غادي ندير شويه ديال باندوش اختي ندوش البلاصتي باندوش وغادي نخشيها في هاد البلاصه عرفتو ريحتها واعره صافي وغادي ندوز من هنايا غادي تشوفوا حيت انايا راه في الوسط راه نقي انا عندي المشكل كيمشي غير مع هاد القناه هادو هانتوما غادي تمشيو معايا هانتوما شوفوا هنايا شحال ديال الميمي هانتو درت فليطه وكس ما خليت ما درت فقد لي غير واحد الدواء كلشي كيتشكى منه ماشي غير حنا ولكن راه بزاف يا خوتي بزاف بزاف غادي نمشي عاوتاني ندور من هاد الاتجاه وهنايا غنمسحو بعدا باش ما يبقاش فيها زكا البنات غادي نمسحو بهذه القيه وناشفه صافي نمسح العين مزيان شفتو شحال كان ملي كندير هاد الروتين هادا كنرتاح واخا ما كرهتش انا نسيق وهذا ولكن اختي هذه هي الصحه ندور من جيت راسي عاوتاني هنا نشطب كندير الحزامه وداكشي راسي كيطيحوا لي هنايا هاد البلاستيكه كنت ناسيه المريض راه احسن حاجه عنده هي نبقى يا اختي نبقى شو صافي وعاوتاني غنحيد هانتوما الميمل وما ادراك ما صافي غادي نمشي
مي من معجيز حدا الشارجون فين ما كان شي دير فيهم الا شي مصيبه تجي عندي هنا هكا صافي غادي نمسح وتصالح بحال كبيره. شوفوا البنات العرق داري حال شو راه حيت كاين واحد الصاد راه شي حاجه اللي ناني شي حاجه اللي بزاف زو حتى سميتو حتى مثلا تكون الدار ماشي ما غير صالح الفئه بحالي تتلقاي صعوبات بزاف 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 كنلقى صعوبه. شوفوا هنايا كيتزمك ليا هنايا داكشي اختي غير رجعنا بالك واخزي بحالنا عرفتي فرحانه اليوم راني درت يا اختي حيت انا من عشاق الحنه. صافي غندوز غادي نكمل البلايص الاخرين وغادي نرجع باش نفرش معاكم. سمح الله مدرا واقف على شي وساليتي مازال اخويا انا غادي نهز هادي صافي وغادي نحطها حدا راسي صافي حدا راسي غادي نسالي وغادي نرد عليكم. شوفوا البلاصه دابا شتو عرفتو الراحه النفسيه. اخر حاجه اختي غادي ندير هي فا عرفتو دابا بعد عاد كتحسو بالبروده مع هاد ليزا مع ليزا صافي يلا ساليت دابا عرفتو سخفت 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 ديال بصح المهم جمعت وساليت كاع روينتي ودابا غادي نرتاح عرفتو الراحه النفسيه. هانتوما باقي النهار هذيك الفوطه كنت ناشرها يعني كندوش بها وناشرها باش تنشف واخا ما كنبانش ليكم مزيان ونتمنى يعجبكم هاد الروتين. خليكم في امان الله.